السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 33 دائما في إطار الدرس رقم 6 المثلثات إنشاء وتصنيف. نبدأ على بركة الله. أنشئ مثلثا A B C بحيث A C كتساوي 6، A B تساوي 5، و B C تساوي 4. نبدأ ب A C كتساوي 6. سنرسم A C 6 سنتيمتر. نبداو ب A، نرسمو A، نحسب A C 6 سنتيمتر. A C 6 سنتيمتر. ناخدو البركات، ناخدو A B 5 سنتيمتر ونوضعو هادي A B، ونوضعو الإبرة البركار عفوا، نوضعوها في A ونرسمو القوس الأول. ثم نأخذ القياس 4 سنتيمتر بحال هذا الشكل هذا، ونوضعو هذه المرة في السي، ونرسم المثلث ABC. ننتقل إلى التمرين رقم 2. أرسم مثلثا ABC متساوي الساقين، يعني عنده جوج أضلاع قد قد رأسه A، بحيث AB كتساوي 4 سنتيمتر والزاوية A تساوي 40. إذا بعد أولا نرسم القطعة AB، ناخذ النقطة A هنا يرميتها A، وناخذ القطعة AB طولها 4 سنتيمتر، هاي 4 سنتيمتر هادي بي. ناخذ المنقلة ديالنا ونحاولوا نرسموا الزاوية A ذات القياس 40 درجة. إذا هنا الصفر 40 هنا، ونرسم باش يكون متساوي الساقين ورأسه A، يعني حتى A C خصها تكون 4 سنتيمتر. إذا هنا غادي ناخد البركار وغادي ناخد الفتحة ديال 4 سنتيمتر ونوضعها هنا، وغادي نرسم هكذا، وغادي ندير بحال هكا. هذا مثلث متساوي الساقين رأسه A أي C هنا. ننتقلوا للتمرين رقم 3. ألاحظوا المثلثات التالية ثم أحسب قياس كل من الزوايا المطلوبة مني. هنا الزوايا H I J يعني ذات الرأس E. نحاول نمدد أنا هذا وناخذ القياس. هذا مثلث قائم الزاوية، بعدا عندنا الزاوية H بين بأنها قائمة. قياس هذه الزوايا 45. نتابع. هذا مثلث قائم الزاوية وبالتالي عنده، وكذلك من الإشارة عنده متساوي الساقين. إذا إلا كان 90 هنا فهذا فيه 45 وهذا 45 باش نحصلو. إذا هنا غتكون 45 وأكيد حتى هذه 45. علاش؟ باش لأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة. نحسبو هذا حتى هو مثلث متساوي الساقين ولكن هنا 65. نشوفو قياس هذه الزاوية شحال، نحاول نمدد. إذا قياس هذه هذه الزاوية هو 55 56 57. 57 درجة. ثم قياس الزاوية ذات الرأس، ذات الرأس ب هذه المرة. إذا هذه نحاول دائما نمدد هذا. قياسها 60 61 62 63 63 درجة. آخر تمرين في هذه الصفحة هو تمرين رقم 6. سيغ مون كايي جو تخاس، مطلوب مني في دفتري الرسم مثلث ذات الرأس A وعندو AB 5 سنتيمتر و AC 7 سنتيمتر. هذه الرسومات الصراحة سهلة، يقدر يخدمهم أي واحد. نحدو النقطة A،
ناخذ القطعه الاولى نرسموها اللي هي ابي، ناخذ ابي نحاول نرسم قطعه. القياس ديالها شحال هو؟ 5 سنتيمتر، سواء بواسطه البركال ولا المسطره غادي نحدد 5 سنتيمتر من هنا حتى لهنا بي. ثم اسي 7 سنتيمتر، نرسم ما عطيناش الزاويه حتى اللي خلاو لي اقتراح اللي بغيت. نحاول ندير 7 اذا هذا هو المثلث الاول مطلوب مني. دائما مطلوب مني نرسم هذا ا بي سي، مطلوب مني نرسم هذه المره دي او اف، بحيث او اف كتساوي 5 سنتيمتر. اذا غادي نرسم او اف كتساوي 5 سنتيمتر، اف كتساوي 5 سنتيمتر، او دي او كتساوي او اف كتساوي 6. اذا غادي ناخذ البركار وغادي ناخذ القياس بحال هكذا، بما انه مثلث متساوي الساقين اذا ناخذ الفتحه ديال البركه وغادي ناخذ الدفتر ديالنا بهذا الشكل وغادي ندير القوس الاول ثم اغير فتحه البركه وندير القوس الثاني. نقطه التقاطع ما هي النقطه المواليه؟ هو اذا بقات لي شنو هي النقطه يدي. اخيرا غادي نرسم واحد المثلث لي بحيث هذا متساوي الاضلاع، الاضلاع ديالو كلها 6 سنتيمتر. بنفس الطريقه غادي نرسم القطعه الاولى اللي هي 6 سنتيمتر، يعني كنتعمد ما نديرش يعني قطع اللي هي فوق الخط باش كلشي يقدر يقرا، يعني عندي جي اش. وناخذ الفتحه ديال البركال دائما 6 سنتيمتر وغادي نهاد تلقينا 6. اذا غادي ندير القوس الاول 6 ونحول الابره ديال البركه وغادي ندير حيت ما وصلش القوس الاخر. وهذه هي القطعه المواليه. هكذا غادي نكون ساليت جميع التمارين الموجوده في الصفحه 33. كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده. ما تنساوش تدعموا القناه بالجيم في لي فيديو وتشتركوا في القناه للتوصل بكل الدروس الجديده.